میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین البان میری آغوش میں اتارے۔ یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میرا نصیب ایسے قدرت نے ہے جگایا، خاتون کے پسر کی ہے میزباں بنایا۔ میرا مولا ہونا شبیر کی عطا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کرتے ہیں رشک مجھ پہ کوثر کے بھیک نارے، زینب کے سر میں میں نے 2 سال ہیں گزارے۔ میرا ہر ایک ذرہ ہر بات کا گواہ ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش صغر۔ اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ ایوا سیدہ وا حسینا، کے محسنوں کے لاشے چھپائے میں نے۔ صد شکر مجھ کو رب نے اعزاز یہ دیا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا۔ تحولت تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام المعروضة في متحف العتبة الحسينية المقدسة إلى اللون الأحمر في يوم 10 من شهر محرم الحرام، لتضيف كرامة أخرى لكرامات الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في يوم عاشوراء الخالد. حازم فاضل تابع حدوث هذه الكرامة في سياق تقريره التالي. في يوم عاشوراء هذه السنة، وأثناء قراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، بدأ يتغير لون تربة القبر الطاهر في المتحف الحسيني شيئا فشيئا، حتى أصبحت حمراء واضحة للعيان عند رواية قصة استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام، ليجهش الحاضرون بالبكاء لهذه الكرامة الحسينية. حقيقة فاجأنا اليوم بين الساعة 9 والـ10، بدأ لون هذه التربة يتغير من الأحمر، بداية لون الأحمر الفاتح، وثم تحول هذا اللون إلى أغمق. وعندنا في الروايات الواردة من الفريقين
أن اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكت السماء دما عبيطا حتى شوهد ذلك الدم على ثياب الناس وعلى الحيطان. لحظة بعد لحظة ازداد الإقبال على المتحف لمشاهدة هذه الكرامة، لا سيما بعد أن انفردت قناة كربلاء الفضائية بنقلها مباشرة إلى العالم أجمع، وسط دهشة ممزوجة بالحزن لدى كل من شاهدها، فالبعض عادت به الأفكار إلى واقعة الطف الأليمة، وآخر لطم صدره بحرقة وألم، فيما تبرك آخر بتقبيل زجاجة التراب، لكن المشهد كان أكبر من أن يعبر عن لواعج وخلجات المحبين. بدت بصورة فاتح، لون فاتح عليه إصفرار، ومن ثم بدأ اللون بمرور الدقائق والوقت يتغير إلى اللون الأحمر القاتم. كان يسألوني دائما الزوار، يسألوني أنه هل تتحول هذه التربة في يوم عاشوراء؟ فكنت أقول لهم اللي عنده عقيدة واللي عنده إيمان يشوفها حمراء، ليه كل إحنا نشوفها حمراء؟ لأنه تربة صادقة، وقضية الإمام الحسين صادقة، وكلنا صادقين، والشعار الحسينية صادقة. ليس عجيباً أن تبكي ذرات القبر الطاهرة الإمام الحسين دماً، فقبله بكت تربة أم سلمة، وقبله كذلك بكت السماء والأرض والحجر، وكل تلك هي دلائل كونية على أن الكون أجمعه يبكيك يا أبا عبد الله. لقناة كربلاء الفضائية من داخل المتحف الحسيني، حازم فاضل.